ها سلطان، سلطان عايز ايه ده خيش؟ غسلت الغيارات اللي المعلمة داليا طلق قالت لك عليها؟ وبسرق السلم كمان اهو. طب عايزك في موضوع. طب اتكلم عادي، احنا لوحدنا على فكرة. امان؟ امان اه، داليا طلق بتقتل واحد فوق فمش فاضي. طب الحمد لله. بقول لك ايه؟ تنورة الناجي هيقتل داليا. طب الحمد لله، على الاقل يخلصني من الذل ده. هو انت غبي على طول كده يا سلطان؟ ليه؟ يا ابني ما اللي هتتقتل دي مراتك. لا يا بخت، دي مش مراتي، دي واحدة أنا ما أعرفهاش. لا، هتبقى هي اللي أنت عارفها لما تتجوزها وترجع لك. طب المطلوب؟ دلوقتي لما يجي تنورة الناجي يقتلها أنت هتفاديها، تقف قدامها. لا، إحنا كده دخلنا في قصة قتل وليلة سودة، إحنا ضعنا يا بخت. بالعكس يا سلطاني، اسمع اللي بقول لك عليه. هو الواد يجي يقتلها تقوم أنت واقف مفاديها. خطر قوي. وأنا أعرضك للخطر؟ الواد لما يجي يتقدم منك هبقى انا في ظهره، هقوم ماسكه من وسطه وشده بحيث ان يبقى في مسافه بينك وبينه، تبقى انت كده بطل تتجوزك. قلت ايه؟ حلو. امان؟ امان. يلا كمل انت بقى عشان المعلمه لو جت هتشلوحك. يا ولا حضر حضر الشيشه المعلمه ده يا طلع. يا ولا اسعد لحظات حياتي وانا عايش تحت رجليك يا معلمه. لا لا لا، ما احبكش وانت كده. انا احب رجاله الكوره. الكوره فين بس يا معلمه؟ بعد ما كسرتيني وهزقتيني. بس عايش في كنفي وتحت جناح ملك. عيني على الحلوه اما تبهدله الايام. بتقول حاجه يا قاضي يا رفيق الكوبايه؟ لا لا، ما بقولش يا معلمه. الله، ايه اللي جاب الكروديا ده هنا؟ اترزعوا لحد ما اشوف الزفت ده عايز ايه. واجب يا معلمه. عايز ايه يا هفا انت؟ انا جاي ياخد حقي. ده ليه طلع؟ قتلته؟ قتلته، وقتلك انت كمان. اثبت عندك انت وهو. انت بتقول ايه يا خيشه؟ انا مش خيشه، انا المقدم حازم لاشين من مباحث الكهرباء. مقدم؟ اي اي سلطان انت كويس؟ اي سلطان بلسه البطة انت كويس؟ اي بس عفارم عليك يا سلطان يا ناجي، طلعت راجل. طب حاسب يا داليا طالة، السكينة طالعة من ظهري تعورك. انت بعد اللي عملته عشاني النهاردة نفديك بروحي يا سلطان. اؤمر وانا نفذ. انت عارفة ان الفتوى الاديب شريف نجيب قال من فدى شخصا بروحه فعلى الشخص الذي فدي ان يتزوجه حالا؟ وانا مستعدة اتجوزه. اي خلاص، يبقى نكلم المأذون دلوقتي حالا، هو نكتمها بشوية بن وبعد كده نطلع على المستشفى. طب نروح المستشفى وبعدين نكلم المأذون؟ لا، المأذون الأول وبعدين نطلع على المستشفى. اي 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 ما كفاية بقى سلطان، صدعتنا الله. مش حالا ما كانش جرح سطحي. سطحي؟ دي السكينة خارجة من ظهري، انا بموت بجد. اباجت ايه بقت ايه؟ داليا داليا ديسفوريا، عايزين نخلص. سكينه غرزتين في المستشفى، استحمل لحد ما المأذون يجي. مساء الفل يا سيد المعلمين، محسوبك مأذون الناجي. ايه ده، انت من عيله الناجي برضو؟ لا، انا بابا اسمه ناجي، بس اصلا احنا من عيله عاشور. عاشور ايه؟ عاشور الناجي. طب ممكن لو سمحت كفايه رغي وتجوز المعلم سلطان الناجي للمعلمه داليا طله؟ واجب يا سيدي المعلمين، بس ما تاخذنيش في الكلمه يعني. المعلمه داليا طله بتتجوز فاروق الفيشاوي لياسر جلال، ولو زنقت قوي في ضغط السيزون بتجيب محمود حميده. اي اي ما تنشف بقى يا واد. في ايه؟
شفت هيقعوا في بعض. لو سمحت بقى اكتب كتابهم ونخلص. اسمعها حارة، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير.